لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. العشرة وتسعة دقائق، مرحبا بكم في لايف سبورت. تعاقد النجم الرياضي الساحلي اليوم مع المهاجم ياسين الشماخي، قادم من أهلي طرابلس الليبي. وسبق للشماخي 27 سنة لعب مع مستقبل سليمان، أولمبي الباجي، النادي الإفريقي وأهلي طرابلس الليبي. تمت إدارة الملعب التونسي اتفاقها مع المدرب السابق للسي اس اس حمادي الدول الأشراف على حظوظ البقلاوة، خلفا للمدرب اسكندر القصري. وسبق للملعب التونسي تعيين حاتم الميساوي يوم أمس على رأس المقاليد الفني للفريق، بل أن يقع فك الارتباط وتعيين الدول. في كرة السلة، فاز النادي الإفريقي اليوم على جمعية سلة المغربي بنتيجة 73 مقابل 51 في الجولة الافتتاحية لدورة دبي الدولية في كرة السلة. سيواجه النادي الإفريقي غدوة الأحد بيروت اللبناني بدايه من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. واصلوا مع كرة السلة، أعلن الاتحاد المنستيري اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعاقده مع اللاعب دونغ من جنوب السودان، ويشغل دونغ مركز 5 ويبلغ من الطول 2.11 متر، وسبق له اللعب في الدوري الأسترالي بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. في التنس، توجت لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا ببطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزها في الدور النهائي على الكازاخية إيلينا بمجموعتين لواحدة 2-1، تفاصيلها 4-6 6-3 6-4. وبهذا الفوز ستتقدم البيلاروسية إلى المركز الثاني عالميا في تصنيف محترفات اللعبة، لتتجاوز التونسية أنس جابر اللي خرجت من الدور الثاني للبطولة، والأمريكية جيسكا بيغولا الثالثة عالميا، والفرنسي كارولين غارسيا الرابعة عالميا. في الكرة الطائرة، نتائج مباريات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني A، الترجي يفوز على مستقبل المرسى 3 شوط مقابل شوط، سعيدية سيدي بوسعيد ينهزم أمام النادي صفاقسي 3 شوط مقابل 0، والنجم الساحلي يفوز على مولدية بوسالم 3 شوط مقابل 1. في أخبار لاعبين بالخارج، تعاقد متوسط الميدان الدولي التونسي حمزة رفيع لمدة 2 مواسم ونصف حتى سنة 2025 مع نادي بيسكارا في الدرجة الثالثة الإيطالية على سبيل الإعارة، ونادي جوفنتس الإيطالي. سيكون بيسكارا خامس نادي يلعب فيه رفيع بعد أولمبيك ليون الفرنسي، جوفنتس الإيطالي، ساندر دولياج البلجيكي، كريمونيزي درجة ثانية الإيطالية، بالإضافة للفريق الثاني لنادي جوفنتس. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية، توجد عادات رياضية خاطئة يجب تجنبها واتباع نصائح رياضية سليمة وصحية من تلك الأمور التي يجب تجنبها ما يلي: ممارسة أي رياضة في حالة المرض الشديد أو عند الإصابة بالالتهاب والحمى فلا بد من الانتظار إلى حين اختفاء الأعراض ويعود الجسم مرة أخرى إلى طبيعته. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على